صائدة الأحلام أو Dream Culture. من معتقدات وتقاليد الشعوب الأصلية لأمريكا، وهي عبارة عن شبكة دائرية تشبه شبكة العنكبوت، يتدلى الريش من قسمها السفلي وتتنوع تصاميمها وأشكالها. تروي الأساطير أن الهنود الحمر استعملوها لاصطياد ومنع الكوابيس السيئة أثناء النوم. أما الأحلام الجميلة فتنجو وتمر من خلالها. كانت تصنع في الأصل من أغصان شجرة الصفصاف الأحمر باستخدام خيط من ساق نبات القراص اللاذع. الشكل التقليدي منها يأتي على شكل ثمانية نقاط تتدفق منها الخيوط، حيث ترمز إلى سيقان العناكب الثمانية والتي تدل على التعلم، الحكمة والطاقة. معاني الألوان التي في صائدة الأحلام. مثلاً اللون الأزرق فهو يمثل لون النجاح والقوة والعزم، وأن وضعت في المهاجع فهي تملأها بالراحة وتغنيها باللحظات الإيجابية. أما اللون الأحمر، يقوم هذا اللون من صائدة الأحلام برفع الشهية وتحسين المزاج، لذا فهي مثالية للوضع في البيئات التي يحدث فيها قدر أكبر من التواصل الاجتماعي، مثلاً في المدرجات أو غرف الطعام. أما اللون الأخضر رائع لإحساس راحة البال والمساعدة على إعادة التواصل مع البيئة الطبيعية، وهو لون الأمل، لذا فهو يساعد على الحد من الكوابيس أو الأفكار السلبية خلال النوم. اللون الأصفر يعتبر لون العقل والطاقة الحيوية وأيضا الفرح، لذا عند شراء صائدة الأحلام من اللون الأصفر فمن الأفضل وضعها في الأماكن التي يتم فيها أعمال إبداعية، مثل الاستديوهات أو ورش العمل، وفي المطابخ أو غرفة الطعام. صائدة الأحلام من العادات والأشياء الجميلة. اللي أخذنا فكرة عنها وعن طريقة شغلها.
وصارت توجد بكل بيت كقطعة فنية مميزة. وانتو بعد ما تابعتوا الفيديو ما صرتوا حابين يكون عندكم منها؟